تقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في لبس العدسات الملونة للفتاة بقصد التزين لزوجها؟ لا يجوز هذا ما دام أن عينيها صحيحتان ولا آفة فيهما ولا تشويه، إنه لا يجوز لها أن تغير لونهما بعدسات ملونة، لأن هذا من العبث ومن تغيير خلق الله ومن التغرير بالزوج، حيث تظهر له خلاف الحقيقة. نعم.